السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ دلوقتي إن شاء الله نتكلم على آخر جزء من الأجزاء اللي بنتكلم فيها على تقدير قيمة معامل الانتشار في الأوساط المختلفة وهو وسط الصلب. فإحنا هنتكلم شوية على ليه إحنا بنهتم بحاجة زي كده، وبعدين هنتكلم على الحالات اللي ممكن يحصل فيها الموضوع ده. هيبقى عندنا 4 حالات، ويعني هما حالتين واثنين تانيين يعني شبههم يعني او معتمدين عليه. فخلينا نبدا الاول، احنا ليه موضوع او ازاي بيحصل الانتشار في الوسط الصلب. فاحنا محتاجين نفهم الاول حاجه اسمها البور ديفيوزيفيتي، او الانتشار في الفتحات الصغيره، او انا ما اعرفش الترجمه الصحيحه بتاعتها بالعربي ايه، بس البور يعني الفتحه صغيره جدا جوه الماده الصلبه. فخلينا نقول الاول ان دي حاجه احنا بنحتاجها كتير جدا جدا في تطبيقات كتير، منها الادزوربشن او الامتزاز. يعني ايه؟ يعني انا لو انا عندي مثلا زي الكيس الصغير اللي بيبقى في الهدوم اللي فيه كور صغيره، ده بيبقى فيه سيليكا جل، يعني حاجه بتبقى بتمتز الميه، بتاخد الميه وتجمعها على السطح بتاعها. فهي في الحقيقه هي بتقدر تخزن كميات كبيره جدا جدا من الميه، لان ليها مساحه كبيره جدا جدا جدا. المساحه دي ما بتجيش بس من المساحه الخارجيه بتاع الكور، هي بتيجي لان فيها فراغات كتير جدا صغيره جدا جدا جدا. الميه بقى بخار الميه يبتدي يدخل جوه، يعني خليني اقرب هنا شويه كده. بخار المية يعني في حاجة اسمها الاكتف سايتس اللي هي النقط النشطة، فيبتدي المية بقى تخش من هنا وتدخل جوه الفتحات الصغيرة دي وتقعد تمشي بالراحة واحدة واحدة لغاية لما توصل للحتة دي وتعمل رابط معاها وتستقر فيها، وكده تبقى اتجمعت المية من الهواء. فدي طريقة او دي حاجة يعني من الحاجات اللي احنا بنحتاج الموضوع ده فيها. الحاجة التانية اللي هو الديفيوجن يعني او البور ديفيوزيفيتي. الحاجة التانية في الكاتاليست او العوامل الحفازة. هو الكاتاليست شغلته ان هو بيجمع الحاجات اللي بتتفاعل مع بعض على السطح ويديها وقت كافي ان يحصل التفاعل. فهو التفاعل بيحصل على خطوات كتير. الخطوات دي منها ان هو الحاجتين اللي بيتفاعلوا بيدخلوا جوه الفتحات، برضو هي نفس الفكره. الكاتاليست بيبقى فيه مساحه كبيره جدا لان في فتحات صغيره كتير موجوده جوه، فهو الحاجتين اللي بيتفاعلوا بيمشوا ويدخلوا جوه لغايه لما يعني بيحصل بقى الايه الانتشار ده، ان هي قاعده يحصل لها ديفيوجن لغايه تمشي لغايه لما توصل لجوه الاكتف سايت او النقطه النشطه، بيعمل لها ادزوربشن على السطح. فبالتالي هيدي فرصة للجزيئين دول ان هم يقربوا من بعض ويعملوا الرابط بينهم براحتهم. يعني هو لو الموضوع محتاج وقت ان التفاعل ده يحصل، فهو بيديهم الوقت الكافي ان الجزيئين دول يشوفوا بعض ويعملوا الرابط اللي بينهم ده، لان هو من غير الكاتاليست هو الاثنين يعني بيتحركوا بحرية في الوسط اللي هم فيه، وبالتالي فرصة ان هم الاثنين يقابلوا بعض ويحصل بينهم الرابط ده بتبقى قليله جدا، في حين ان انا لو حطيت الكاتاليست الفرصه دي بتبقى عاليه جدا جدا لغايه لما يحصل الرابط ده ويحصل لهم ديزوربشن، يعني بيشيلوا السطح ويحصل لهم ديفيوجن تاني لغايه لما يخرجوا بره خالص خالص، وبعد كده يبقى الموضوع انتهى. فالديفيوجن هلاقي ان هو موجود في خطوتين، في الخطوه دي وموجود في الخطوه دي. فهو التفاعل قد يكون ان هو لما الجزيئات بتتقابل على السطح التفاعل بيحصل بسرعة وبيخلص على طول، لكن اللي يبطئ سرعة التفاعل ده ان الوقت اللي بتاخده الخطوة التانية والخطوة الثالثة دول ممكن يبقى وقت كتير، ان هي الجزيئات عبال ما تدخل جوه وتوصل عند الاكتف سايت بتاخد وقت، وعبال ما تطلع بره بعد ما حصل التفاعل بتاخد وقت، فده بيخلي وقت التفاعل قليل. وعشان كده احيانا بيبقى فيه تفاعلات، يعني الخطوات دي بيبقى فيه خطوه بيسموها الريت كنترولنج ستيب، يعني الخطوه اللي بتحدد سرعه التفاعل. فالخطوه دي قد تكون مش التفاعل نفسه، قد تكون سرعه وصول الجزيئات دي عند النقط او النشطه اللي جوه او خروجها. وبالتالي في حاجات بيبقى اسمها ديفيوجن ليميتد رياكشن، ان هو التفاعل ده محدود بسرعه الانتشار، مجرد ان هما بيوصلوا بيحصل التفاعل، فيعني التفاعل بيحصل بسرعه، لكن ان هما يوصلوا لغايه اما يبتدوا يعملوا التفاعل هي دي الحاجه اللي ممكن تبطئ الموضوع. فدي مهمه جدا بالنسبه لي ان انا ابقى فاهم الموضوع ده،
وان انا ابقى فاهم ليه انا بدرس موضوع الديفيوجن في البورز. ممكن حد يقول ايه الفتحات صغيره ما يحصل ولا ما يحصلش؟ لا، هو حاجه مهمه جدا. وان انا افهم لو انا عايز اسرع الموضوع ده او اعلي من الديفيوجن كوفيشنت، ايه هي الحاجات المتاحه ليا اللي ممكن اعملها. فدي حاجه مهمه الحقيقه جدا جدا جدا. فعشان نفهم برضو الموضوع ده بشكل احسن، في عندنا يعني بالنسبه يعني حاجه محتاجين نفهمها عن الجزيئات، وان هي لما بتتحرك هي لو في جزيء هيتحرك من هنا لهنا مثلا من اكسجين مثلا، فهو مش هيتحرك في خط مستقيم، بيتحرك في شكل يعني ايه متموج شويه. فهو بيمشي طالع نازل وبيبقى يمين وشمال، بيبقى ماشيه عشوائيه شويه، بس هو بيبقى ليها حاجه ممكن نسميها المين فري باث، او يعني الايه الامبليتيود بتاع الحركه، او قد ايه هو الارتفاع بتاع حركته وهو ماشي. فكل ما درجه الحراره بيزيد اللمبه دي بتزيد، وكل ما الضغط بيزيد اللمبه دي بتقل، وده منطقي يعني. كل ما زود الحراره بتاخد طاقه اكتر فبتتحرك بمسافه ابعد، وكل ما الضغط بيزيد بيبقى الفورس عليها او في يعني ايه ضغط عليها اكتر، وبالتالي بتبقى القيمه قليله. الموضوع ده احنا بنركز فيه اكتر في الغازات، لكن في حاله السوائل ما بنركزش فيه، لان هي بتبقى رقم صغير بالنسبه للسوائل، لان الفراغات في السائل بتبقى قليله، وبالتالي الرقم ده بيبقى صغير قوي. طب انا ليه بهتم بالموضوع ده؟ لان انا بتكلم على الديفيوجن في مكان صغير، في بور صغير. فاحنا هنفترض الاول الحاله النظريه ان البور دوت او المكان اللي بيحصل فيه الديفيوجن هو عباره عن شكل اسطواني، فهو واخد يعني ليه قطر ثابت وهي خط مستقيم، وما فيش اي حاجه بتعيق الحركه غير بس الدايمنشنز او المساحه او الحجم بتاع او ابعاد البور الناس. فلو القطر بتاع البور ده اكبر من اللمدة زي ما احنا شايفين كده، هي بتتحرك وطالعه ونازله، بس هي القطر كبير، فبالتالي الديفيوجن مش متاثر باللي حواليه، فهي الجزيء نفسه مش متاثر باللي بيحصل. وبالتالي فانا في الحاله دي ممكن جدا جدا اعتبر ان ده موليكولر ديفيوجن عادي، واستخدم بقى معادله هيرشفيلدر ولا اي معادله تصلح للموضوع ده، فكان عندي حاجه بتنتشر في حاجه تانية، يعني دي اي بي عادي جدا. المشكله بقى مش مشكله يعني، او التاثير بتاع البور بيظهر في الحاله اللي احنا شايفينها دي، لو القطر بتاع البور اصغر من اللامدا. ففي الحاله دي لو الجزيء بيتحرك والمين فري باث بتاعه اكبر من القطر بتاع البور اللي موجود ده، فهو مش هيقدر يمشي كده، لان هو مش هيخرم البورز ويعدي من جواها. فاللي بيحصل ان هو بيحصل بقى ما يمكن ان يسمى الناتس ان ديفيوجن. الناتس اللي هي دي الكي سايلنت مش بتتنطق، فدي اسمها الناتس ان ديفيوجن. الناتس ان ديفيوجن بيحصل ايه؟ بيحصل ان الديفيوجن بيحصل من الاصطدام بتاع الجزيء بالجناب بتاعه البور. يعني بالظبط كان واحد سكران وماشي في طريق ضيق كده، فهو عمال يتخبط في الحيطه هنا شويه ويتخبط في الحيطه هنا شويه، هي زيها بالظبط كده، هي واحد بيمشي كده 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 لغايه لما يوصل للناحيه الثانيه. فالطريقه دي من الديفيوجن اسمها ناتس ان ديفيوجن، عشان الراجل اللي حط النظريه دي اسمه ناتس. فعشان نعرف بقى اذا كنا احنا في حاله الموليكولر ديفيوجن ولا في حاله الناتس ان ديفيوجن، في حاجه اسمها الناتس نمبر. نوتس النمبر دي حاجه بتقيس قد ايه النوتس ان ديفيوجن ده مهم، يعني يا ترى انا هبقى الديفيوجن اللي عندي ده نوتس ان ديفيوجن ولا ديفيوجن عادي. ففي حاله او عشان نحسب النوتس النمبر ده، وبيساوي اللامدا على الدايمتر بتاع البور، يعني النسبه ما بين ده على ده، اللامدا على الدايمتر بتاع البور، فالمين فري باث على البور دايمتر. فمنطقي جدا ان انا لو عندي اللمبه اكبر من الدي بور يبقى الناتس ديفيوجن هو اللي بيحصل اكتر، لان هي عايزه تتحرك كتير والدنيا ضيقه، ولو هي اقل من واحد يبقى موليكولر ديفيوجن. فدي حاجه يعني منطقيه جدا جدا جدا. طبعا احنا قلنا اللمبه دي بتزيد مع درجه الحراره وبتقل مع الضغط، وبالتالي الناتس نمبر ده هيزيد مع درجه الحراره وهيقل مع الضغط. يعني جدير بالذكر ان احنا نقول هنا ان الناتس النمبر دوت ما هواش يعني ايه خط فاصل بين حاجتين. يعني لو هو مثلا واحد واحد من عشرة يبقى ناتس ان ديفيوجن، لو هو تسعة من عشرة يبقى موليكيولر ديفيوجن، هو مش كده، هو في حالات بيبقى فيها الاتنين مع بعض.
وتاني انا حابب اقول ان النوتس اند ديفيوجن ده بنطبقه في حاله الغازات بس، ومش بطبقه في حاله السوائل، لان في حاله السوائل المين فري باث بيبقى رقم صغير جدا. النوتس اند ديفيوجن بقى ليه ديفيوجن كوفيشنت، ده انا هخليه للمره الجايه ان شاء الله. فالمره الجايه هنشوف النوتس اند ديفيوجن وبقيه الحالات بتاعه الديفيوجن في السوليد فيز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.